سؤال راح تكون في جائزة ممكن رمزية ريال واحد عشان تشتري هدية، يعني مجموعة بسيطة بس ما نعطيك كله. Gloria will prepare one real for who can answer the question. فاسمعوا الماده لان راح امشي بسرعه جدا لان الوقت امسك انت في مدرسه الموالح الخاصه اخذنا 3 ساعات يعني طولنا كثير، وطبعا ايضا وقت مهم جدا ولان كله كان متحمس يريد يطول لكن يعني امشي الماده بسرعه وركز عليها. وايضا راح تكون في اسئله، وهذه الاسئله اللي يستطيع رد على سؤال يحصل على ريال واحد. حطينا تقريبا فقط 20 ريال عشان ميزانية 20 ريال إلى 20 جائزة راح تكون مقابل كل واحد بحضر العصر. بس الفلوس هذا لاش تروح العصير شديد البرودة عصير شديد البرودة أو شو اسمه الحلويات اللي تأثر مهم حليدو، بس يعني مهم يشتروا لعبة أو يشتروا الشيء اللي يعجبهم. وقت طيب until 11:20 because I will give 10 minutes for questions. معجز الماء الساخن في القرآن الكريم، نسأل الله تعالى توفيق جميعاً أبينكم، لأن القرآن الكريم ذكر قبل 1400 سنة معجزة الماء الساخن في القرآن الكريم. سبحان الله سبحان الله. وفيما بعد تأتي في العلم الحديث أن الماء الساخن أيضاً معجزة من معجزة الله تعالى، أنا عمل البشرية مجاناً، العلاج مجاني والماء متوفر كل مكان، مياه الأمطار مياه الأفلاج وكذا، فهذا علاج مجاني. زين بس ادخل على سريع سورة الواقع، الله سبحانه وتعالى ركز على 4 كيف تكون حياة في الجنة وحياة في جهنم، اصحاب الميماني واصحاب المشأمة. اصحاب الميماني هم الذين سيدخلون الجنة، واصحاب المشأمة الذين سيدخلون ايه نار. ما كده كلكم عارفين. ثم استخدم 4 عناصر، وكل استخدم افا لتحذير والثانية الرؤية، أفرأيتم في كله، في الإنسان وفي الأرض وفي الماء وفي النار. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. طيب ندخل هنا، لو تشوف علاقة الإنسان والأرض كما كلمة تكون الآية، أفرأيتم ما تمنون، كم صورة كلمتين، كلمة أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، كم كلمة؟ كلمتين. طيب كلها كم؟ 5 آيات تناسق. نروح لبعد اللي عشان علاقة الماء الساخن. الماء الساخن عشان تحصل على الماء الساخن تحتاج الماء ثم النار، ما كده؟ الماء والنار عشان تحصل على الماء الساخن، ما كده؟ إذن موجود في القرآن الكريم سبحان الله. شوف تناسق مثل التوأم سبحان الله، كأن مراية كل الآيات من حيث عدد الكلمات. شوف طيب أفرأيتم الماء الذي تشربونه، كم كلمة؟ 4. تعرف النار؟ أفرأيتم النار التي ترون، 4. البعدة أنتم أنشتموا من المزن أم نحن مزلون، 5. البعدة في بالنسبة للنار، إذا أخطأت صححونا لأن مش صريحة، أنتم أنشتموا شجرات أم نحن مشئون، كم؟ الله أكبر، 5. الثالث تعال شوف هنا موجود هناك الثالث، لو نشاء جعلناه أجاجا فلا تشكرون، كم؟ 5. بالنسبة للنار، نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين، 5. الله أكبر. شوف طيب شوف اللي بعده إيه كم مجموعة؟ 3. شوف هذه المعجزة موجودة في القرآن الكريم. إذن فاللي بعده سبحان الله، بعد الماء والنار ماء الساخن، فسبح باسم ربك العظيم، ربك العظيم اشكر سبحان الله، شكرا يا رب العالمين. من الذي يشكر؟ هذا يعني أرزاق. من الذي يستهتر عن معجزة الماء الساخن من معجزية نعم الله سبحانه وتعالى على البشر؟ هذا عقاب يكون. الله أكبر. قسم الله سبحانه وتعالى لم يقسم على البشر، فلا أقسم، لا يوجد ما وجد في القرآن الكريم، ما وجد. وسألت شيوخ يعني كلمة قسمة من الله سبحانه وتعالى يقسم على بشر، فلا أقسم. الله سبحانه وتعالى يقسم عليك ويقسم علينا يقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع قدرة الله تعالى. واللي بعده من الذي بعد لزال يستهتر أن القسم ما يتقبل؟ وأنه لقسم لو تعلمون عظيما. تمام؟ شفت كيف؟ سبحان الله. أمنت المعجزة من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ما من عندي، أنا موجود بس جهودي اكتشفت هذا، وكانت تعمل مشاهد في الرؤية. خلاص حد يعني ما سؤال طبعا، حد عنده يعني ملاحظة، عنده تحفظ؟ ما حد عنده تحفظ على هذا أن ماء ساخن معجزة من الله سبحانه وتعالى وفي القرآن الكريم. إذا نأتي في بعد اللي هو طبعا يمكن تدرسون مادة علمية هذا حين كثيرين منكم. شوف الناتي بنا فيما بعد الماء طبعا الماء عشان ما بنسأل أسئلة لكن خذ بالكم بعدين أسئلة. الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة الأكسجين يكون ماء. ركزوا لأن راح تكون أسئلة، كل واحد بحصل 10 ريال فقط 20 بيستطيع يرد. زين لا تشوف أنا في عملية
دوران، كيف نحصل على الماء، كيف نحصل على الماء امطار، كيف شوف عندك المحيطات البحار، الشمس تعمل حراره في سطح المحيطات وتتبخر لكون الهيدروجين اللي هو البخار الماء الجاذبيه بسرعه لان الماده خفيفه بسرعه تنهض للخارج الى الطبقه الهوائيه هناك في ايش هسه يتجمد، لما يتجمد ثم ايش يحصل انخفاض جوي ويزيد حراره، حراره الجو يحرق الهيدروجين. نعم سريع شوي شوي. شو المشكله الوقت شرائح كثيره قبل سريع المشكله شرائح كثيره وفي مواد هام جدا يعني 90 شريحه يعني نعم شوي ركزوا 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 لان هنا شو موجود حتى هنا تعرف الجميع يعرف يقرا ما كده اذا فيذوب لما يذوب السحاب يعني من خلال الحرارة والشمس ويذوب مرة ثانية يذوب راحة الأملاح قدرة الله تعالى فالماء أصلا ما هي مالحة يعني حتى الله سبحانه وتعالى قال وطبعا لو أفرأيتم نعمل لتشربون أنتم منزلتم من المزنة أم نحن منزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا مالح يعني الله سبحانه وتعالى قال ممكن يخليه مالح وينزل ما تشربوه بتموت كلكم شوف جاي من المحيطات مالح ويطلع فوق كيف راح في خلال عملية الشمس وهذا الحرارة اختفت الأملاح وينزل ماء نقي ماء المطر ماء نقية صالح للشرب تمام الحرارة الشمس تعمل حرارة فهي تقتل البكتيريا وهنا الحرارة هي المادة الوحيدة التي تقضي البكتيريا وتعدم سموم وتذوب الدهون أنا ما قلت اشرب النار ماء ساخن انزل الشمس اذا تعطينا حراره واذا حراره واذا من هذا العمليه فتعطينا الصحه الجيده اذا الماء التي يزودنا بالحياه الهيدروجين والاكسجين اذا الماء حياه واذا الماء الساخن حياه صحيه حياه زائد صحه صح من الحراره طيب من فوائد الهيدروجين هذا مهم جدا فوائد ايش هو الهيدروجين ما بسالكم سؤال انا بعدين بسالكم هيدروجين هو بخار مائي H2O ذرتين هيدروجين ذرة أكسجين سخن الماء يتبخر يحترق الأكسجين يحترق في لما يكون في نار لا سمح الله هنا الإصابات تكون نتيجة ما من النار حروق لا يكون نتيجة يستنشق الأكسجين خلاص واحد ما يقدر يتنفس لأن يشيل الأكسجين النار يحرق الأكسجين في جسمك ما تقدر تتنفس من النار فإذا النار يعني يحرق الأكسجين فهنا إيش يحصل لما تسخن الماء يحترق الاكسجين يبقى ايش الهيدروجين البخار فهناك يصير يعني وتعود مره ثانيه لما يصير يحصل ماء يحصل هواء مره ثانيه ساخن ويذوب الهيدروجين اللي هو البخار شو كده عمليه زين نقول بس على الهيدروجين لانه مهم جدا هذا عن الهيدروجين ايش يقول علماء الهيدروجين الهيدروجين وقود الحياه سياره تحتاج لوقود جسمك يحتاج لوقود ايش الهيدروجين من وين تجيبها بتشرب الهيدروجين كيف تشرب الهيدروجين بخار كيف هل بيقدر يشرب دخان اسمه البخار تشرب تنفس ايوه اللي هو البخار مائي والاشياء هذه كلها اللي قلنا ايوه لكن تحتاج تشرب الماء الساخن اللي فيه فائدتين اول شيء اللي خلال تشرب الماء الساخن تستوعبون كميه كبيره من الهيدروجين وراح تشوفونه لما كنت في راح داخل راح امهاتكم تستوعبون الهيدروجين بكميه كبيره راح نقولها على سريع جسم الانسان يخزن الهيدروجين في داخل انسجته تمام هيدروجين يغذي خلايا جسم الانسان بالماء شوف ايش قال أنطوان لافوازيه هذا العالم في 1708 يقول الاكسجين يحرق الهيدروجين من اجل الحصول على الماء مع تقدم في السن شوف هذا متقدم في السن في العمر ايش يحصل اللي تعرف ليش يحصل كذا لان يستنزف الهيدروجين اللي كان انتم الحين عندكم كميه كبيره من الهيدروجين شكل ما شاء الله صحتكم كذا حلوات وحلوين عارف كيف لان لا زال الهيدروجين موجوده لما كان في مرحله التكوين داخل رحم الام فانا الماء ساخن والسائل المنيوسي هو يسموه سائل منيوسي ماء ساخن فهناك استفدت من الهيدروجين فتكون كميه اكبر في الكبد فهنا ايش يقول مع تقدم سن فالانسان يفقد الهيدروجين فتحصل امراض جلديه امراض شيخوخه وبالتالي حتى واحد يعني يضرب جده او رجله او طيحه يصير له كسور لان العظام كمان يصير جفاف لكن الطفل صغير العظام تكون مثل لين ما كده مثل لين حتى لو طاح للطفل يعني ما يحصل كسور بسهوله وبسرعه يتعالج لانه مليء بالهيدروجين من خلال مراحل اللي هو الماء الساخن كان في داخل رحم الام تمام فلذلك اللي يعني يكون العظام قويه فيها حتى راح تشوف الماده المهم تخزن نسيجه الكبد اكبر كميه من الهيدروجين راح نسالكم سؤالا هذا
الكبد يخزن كبير، فهو العضو الاكثر اهميه يحمل الاصابه بالامراض وليس دواء الطبيب. ما اشربوا ما اشربوا هذا رجع لكم، لكن هذا هو هيدروجين. اذا الماء ساخن. الهيدروجين هي الماده الاساسيه مضاده للاكسيد. ايش هو الاكسيد؟ السموم. يعني عرفت كيف؟ فالام لما تكون حامل هذا الماء ساخن يحمل جنين، لانه هو بعد يعني في مراحل تكوين. فايش يحصل؟ يحصل ان لما يصير اي اصابه للامه، مرض او التهاب ولا شيء، هذا البكتيريا والسموم ما تنتقل للجنين ولا راح يموت. فهذا الماء ساخن الذي يحمي الجنين من الاصابه حتى يكون في تحت حمايه. طبعا حمينا الله تعالى بس جعل هذا سبب فيتكون الجنين وهذا الانزين. طبعا هذا تشوفوا المريض امراض شفيت، طبعا هذه امراض صعب نمشي عليها.